فارغاس والهدف الأول في الدقيقة 60 من عمر المباراة. أصبحت المقدمة حمراء. منتخب تشيلي هنا في مدريد متقدم على منتخب مصر بهدف واحد بقدم النجم إدواردو فارغاس. الهدف يسأل عنه محمد النني. الهدف يسأل عنه محمد النني في المقام الأول، وفي المقام الثاني محمد صلاح، وكمان الجانب الأيسر وجود أحمد قناوي لاعبي منتخب مصر. مشكلة من النني في التحام ما كانش قوي، ثم قطعت منه الكرة محمد صلاح، ثم عدم الدفاع جيد من أحمد قناوي على الطرف الشمال لدياز على اليمين. اتصل على طول محاولة لحد عيسى باك اليمين، عدى وفات بطريقة خطورة، الباصة قوية، استلم مهارة والصدى والمتابعة والهدف. والمتابعة والهدف، الهدف الثاني بلمسة بمتابعة بقدم كارلوس كارمونا عشان منتخب تشيلي يسجل. مشاهدينا الهدف الثاني وهدف التعزيز في الدقيقة 66 من عمر المباراة. اتنين لا شيء منتخب تشيلي ومنتخب مصر حتى الآن لا شيء. هدفين في الشوط الاول. ادي العاده مره ثانيه، ادي الباك اليمين يسلا، وادي التحرك طولي بعرضيه بهديه من لاعب منتخب مصر، ومتابع على طول بقدم كارلوس كارمونا عشان يحطها في الشباك، عشان يحطها في الشباك. تعامل جيد من شيف اكرامي، وجت في اقدام ادم العبد، وهديه تروح وتصل لقدم اللاعب تشيلي كارلوس كارمونا عشان يحطها في الشباك، وعشان منتخب تشيلي يسجل الهدف الثاني وهدف التعزيز في الدقيقة 66 من عمر المباراة. ماضي لمسة كرة طولية مرة ثانية، أسبوع الثاني هيبدأ إن شاء الله بعد بكرة إن شاء الله الجمعة. لمسة محمد صلاح، عمر جابر، العرضية والهدف. الهدف الأول أخيرا منتخب مصر يسجل مشاهدينا الهدف الأول وهدف تقليص الفارق بلمسة جميلة من عرضية ساحرة بقدم عمر جابر، ومتابعة جميلة جدا من النجم الشاب محمد صلاح عشان منتخب مصر، ومحمد صلاح يسجل الهدف الأول في الدقيقة كام؟ في الدقيقة 38 عمر المباراة. محمد صلاح وهدف جميل جدا. هذه العادة مرة ثانية وهدف تقليص الفارق. هذا محمد صلاح والمجهود الكبير، قطع كورته تصل لعمر جابر وانطلاق.